بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، الدرس الأول بعنوان ظواهر كونية. قبل ما نبدأ نتعرف على الظواهر الكونية، لازم نعرف المقصود بالظواهر الكونية. المقصود بالظواهر الكونية اللي احنا ممكن نشوفه في الكون، يعني الأشياء اللي يستطيع الإنسان رؤيتها سواء بالعين المجردة زي التلسكوب وغيره. أول حاجة في الظواهر الكونية النهاردة عندنا النجوم، والنجوم دي عبارة عن أجسام كبيرة الحجم مضيئة ومتوهجة تشع ضوءا وحرارة. بتختلف ألوان النجوم حسب درجة حرارتها، أقلها من حيث درجة الحرارة بيكون لونه أحمر، وأكثرها من حيث درجة الحرارة بيكون لونه أزرق. النجوم بتتكون من مواد غازية. ويجي هنا السؤال، إيه أقرب النجوم إلينا؟ إحنا على كوكب الأرض، إيه أقرب نجم إلينا؟ أقرب النجوم إلينا هو نجم الشمس، وده اللي بيمد الأرض بالضوء والحرارة اللازمة لحياة الإنسان واستمراره عليها. تاني حاجة من الظواهر الكونية اللي ممكن نشوفها في الفضاء أو في الكون المجرات، ودي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. المجرة الواحدة بتحتوي على ملايين من النجوم اللي بيفصل بينها مسافات كبيرة جدا. في عندنا كام نوع من أنواع المجرات؟ فيه 3 أنواع. النوع الأول المجرة الحلزونية، والنوع الثاني المجرة البيضاوية، والنوع الثالث المجرة الغير منتظمة. طيب، مجرتنا اللي احنا بننتمي إليها أو اللي احنا عايشين فيها اللي بيتبعها كوكب الأرض بتنتمي إلى أي نوع من الأنواع الثلاثة واسمها إيه؟ المجرة بتاعتنا بتنتمي إلى النوع الحلزوني، وبتعرف باسم سكة التبانة أو الدرج اللبني. سميت سكة التبانة لأنها بتشبه التبن المتساقط على الطريق، وسميت الدرج اللبني عشان بتشبه اللبن المسكوب على الأرض. تالت حاجة من الظواهر الكونية اللي احنا ممكن نشوفها في الفضاء اللي هي السدم، والسدم دي عبارة عن مجموعة هائلة من أجسام غازية بتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار، وبتنشأ في غالبيتها من انفجار النجوم. طب ايه العلاقة بين المجرات والنجوم والسدم؟ أول حاجة، المجرة الواحدة بتحتوي على ملايين من النجوم، والنجوم ممكن تنفجر ويتكون منها السدم. لو ضغطنا على الرابط ده هنشوف، نيجي لرابع حاجة عندنا اللي هي الكواكب، وهنعمل مقارنة بين الكواكب والأقمار. الكواكب عبارة عن أجسام صغيرة نسبيا معتمة، ولا تشع ضوءا ولا حرارة، وبتستمد ضوءها وحرارتها من النجوم. لكن كوكب الأرض من أين يستمد ضوءه وحرارته؟ بيستمد كوكب الأرض ضوءه وحرارته من الشمس. لو لاحظنا في الرسم اللي قدامنا ده، ادي الشمس وادي كوكب الارض وادي القمر. الشمس بتعكس او بتمد الارض، الجزء المواجه من الارض لها بالضوء والحراره، والجزء الغير مواجه لها بيكون مظلم. في نفس التوقيت القمر بيتلقى اشعه الشمس وبيعكسها على الجزء المظلم من الكره الارضيه عشان تضيء، وبكده يبقى القمر بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. الكواكب بتدور في مدارات محددة بتأخذ الشكل البيضاوي. الأقمار دي عبارة عن أجسام معتمة بتدور حول الكواكب، وهي أصغر حجما من الكواكب، وترتبط مع الكواكب بفعل الجاذبية. طيب، إذا كانت الأقمار معتمة، إيه مصدر ضوء القمر؟ ده ممكن سؤال. إذا كانت الأقمار معتمة، فما مصدر ضوء القمر؟
زي ما شفنا الرسمة اللي قبل كده هنشوفها تاني، مصدر ضوء القمر انه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه ويوجهه ناحية الجزء المظلم من الكرة الأرضية. آخر نوعين من الظواهر الكونية عندنا النيازك والشهب. لو عملنا مقارنة بين النيازك والشهب هنلاقي إن النيازك عبارة عن أجسام صلبة مختلفة الحجم تحترق جزئياً عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض، ومن الممكن أن تتساقط أجزاء من هذه النيازك على سطح الأرض. النيازك بتعتبر النوع الوحيد من الأجسام الفضائية اللي ممكن إنها تصل إلى الأرض. في الصورة دي عندنا نيزك لم يحتك بالغلاف الجوي، تمام؟ والصورة الثانية نفس النيزك حينما احتك بالغلاف الجوي إيه اللي حصل؟ حصل ليه احتراق جزئيا، يعني أجزاء منه بتحترق وأجزاء أخرى من المحتمل أو من الممكن إنها تسقط على سطح الأرض. أما الشهب فهي أجسام صلبة صغيرة الحجم بتسبح في الفضاء حول الشمس، وحينما تحتك بالغلاف الجوي للأرض بتحترق كليا، وممكن نشوفها بتجري في السماء على هيئة سهام ضوئية. دي الشهب لسه في هذه الصورة لم تحتك بالغلاف الجوي ولم تصل إلى الغلاف الجوي. هنشوف لما تصل إلى الغلاف الجوي إيه اللي بيحصل. حصل لها احتراق ولكن احتراق كليا. يبقى الفرق بين النيازك والشهب إنه النيازك بتحترق جزئيا عند احتكاكها بالغلاف الجوي، أما الشهب فبتحترق كليا عند احتكاكها بالغلاف الجوي. أهم المفاهيم الواردة في درس اليوم عندنا كلمة مجرة، دي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع، في منها أنواع كثيرة، في منها أحجام كثيرة، وفي منها أشكال كثيرة، وبتفصل بينها مسافات كبيرة جدا. كلمة كوكب ده عبارة عن جسم معتم لا يشع ضوءا ولا حرارة ويستمد ضوءه وحرارته من نجم قريب منه. أما نجم فده جسم مضيء ملتهب يشع ضوءا وحرارة. كلمة نجم معناها جسم مضيء ملتهب يشع ضوءا وحرارة. ده الاختبار على الدرس، هيكون على تطبيق التليفون عندك تطبيق اسمه QR كود. هتفتح التطبيق هتلاقي عندك زي الكاميرا، بمجرد ما توليها على الصورة دي هيظهر عندك الاختبار على مايكروسوفت فورم، تحل الاختبار وهيجيني الإجابات بإذن الله. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.